بالفطره تلقاها زعما كيما حبنا لامهاتنا ياتي بالفطره. حب فلسطين يعني مترسخ فينا، متاصل فينا، ونحن شعب محمل بوصايا الشهداء. صح. فلهذا تلقينا ممكن من مهما نحاولوا نفهموا السر هذا ما يعني تلقاي من بعد عندهم صح كامل بقلوبهم يتبعوا. صح. وحاضره نلقاوها فلسطين، ماشي غير مثلا باش نحكيوا على القضيه الفلسطينيه، ماشي غير اللي كونسيرني باش يحكيوا على القضيه الفلسطينيه، كل الشعب حتى في الملاعب مثلا. في الملاعب تلقاي الرايه الفلسطينيه، في كل افراح الجزائريين تلقاي الرايه الفلسطينيه. مثلا شفنا في الملاعب انه في كاس العالم الجزائر ما كانتش في المونديال، ما الجزائريين اللي راحوا تفرجوا المونديال دو معهم اللي ضربوا تاع فلسطين، دو الجزائر ودو فلسطين. تلقايهم يقول لك نعيدوا على خاوتنا الفلسطين في فلسطين. صح. في كل مناسبة يجوزوها. وما محنا يكي يكون عندنا مثلا تأهل في الجزائر أو نلقاو ديفيلي في فلسطين. صح. ونلقاو مساندة كبيرة وتشجيع كبير من عند خاوتنا الفلسطينيين وشعب رغم الظروف اللي عايشينها.